السلام عليكم، نهاركم مبارك وسعيد. كيفاش راكم دايرين مع الصيام؟ كيفاش راكم مع هذا الحال؟ ديجا هذا النهار الخامس والله راه يفوت بالخف. راني ندير في الشوربه، راني ندير في بويون جديد كما وريتكم، انا نقسمها على زوج خطرات. راني دايره الشوربه اليوم، شوربه تاع الدويده. راني حاطه 3 حبات بصله كبار. الشوربه ماشي كيما الحريره اللي كنرموا، الشوربه ماشي كيما الحريره. 3 حبات تاع البصله، وراني ندير 4 حبات تاع الزروديه او الكروطه. 4 حبات تاع الكروطه قشرتهم، قطعتهم الى قطع يعني عشوائيه، ماشي ربيتهم ولا حاجه. راني خليتهم يتقلوا في شويه تاع السمن. السمن اخواتي كان شحال وحده سقساتني على السمن، ها هو السمن. انا نستعمل غير هذا، هذا ما شاء الله، هذا غير شروه واستعملوه، ما فيش ريحه قاطعه، ويطلق البنه ما شاء الله في الماكله. بوني قلي في البصله والطماطيس، ثاني قد زوج حبات كبار طماطم حبها هما لا في مغرف كبيره تاع السمن. علاش مغرف كبيره؟ باسكو الشوربه تبغي تكون زيته. راني حاطه القزبر، هذا العراش غسلته مليح مليح من التراب. العراش راني محطتهم على جهه، وغادي نعاود نهودهم لتحت. فوالا غادي نبدا نقلب. سمحوني، هذا القزبر المسلح هذا هو اللي نبغيه، هذا هو اللي يجي ما شاء الله في الحريره ولا الشوربه ولا شو. هذا اللي يطبع لكم الماكله تاعكم. والحمص خرجته من الكونجيلاتور، غادي ندير غير شويه، ما غاديش يجي باين بزاف في الشوربه باسكو غادي نديرها دويدات. لازم الدويدات يكونوا باينين بزاف على الحمص. راني حاطه شحطه مختلفه على الحريره. راني حاطه مغرف صغيره معمره تاع الملح، مغرف صغيره تاع الفلفل الاسود، مغرف عامره مليح تاع الكركم والزعفران. ما تحطوا لا سكينجبير لا فلفله حمراء غبره لا كبابه لا والو. وانا دايره مغرف كبيره تاع طماطم العلبه قد ما يتبان لي شويه تاع اللحم. ندير غير شويه تاع اللحم، ها هو لا كما قلت لكم. انا نشري غير قد قسم نبنن به الحيره تاعي ولا الشوربه، ها هو فوالا. وي تبغي دير دجاج دير دجاج. غادي نخليها تقلى مليح 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 ونمرق بالمحامي. هذه هي. ومن بعد ما نطحنوش الخضره، غير نعصروها في الكسكس تكون تحتها قدره، يعني غير تمرسوها شويه بهذيك لادوش. شريت شويه تاع لي سكالوب، الشوربه تاعي راهي طيب. وفوالا لي سكالوب تاعي غسلتها مليح مليح، شللته. هاكو تشوفوا الحبه راهي ماهيش مقطعه، حتى وانها زعما تكون شويه غليظه. ماذا بيكم تكون شويه غليظه، ماشي كاع الكيكر كيكر. راكم تشوفوا السمك تاعها. شريت 4 على حساب الاسره تاعي. فوالا 4 تاع لي سكالوب غسلتهم مليح مليح وشدت لهم. درت هنايا غادي ندير لي سكالوب باني. هنا راني موجده، شوفوا لا موطارد مغرف كبيره كيما نعرفوا. اللحم تاع الدند يجي الذوق تاعه يجي فاد، ما يجيش يعني طالع بزاف، على بها نكثروا له التوابل ونكثروا له. راني دايره مغرف كبيره تاع لا موطارد ماشي فخت. انايا مانيش دايره لا موطارد فخت، ما عنديش. راني دايره مغرف كبيره تاع البصله مطحونه غبره. راني دايره حبه تاع البيض. راني دايره الفلفل الاسود، وراني دايره الفلفله حمراء حاره، وراها ها هي فلفله حمراء حاره. والثوم غبره مطحون، والثوم حب، خاطر الثوم غبره هذاك ما جاتنيش فيه الريحه بزاف قاطعه، زدت له زوج سنينات تاع الثوم. الا كان عندكم غير الثوم هذاك الكبير هذاك الشباب الاحمر، انا راه عندي غير هذاك الابيض ما راهش كاع مقنعني، على بها درت زوج انواع تاع الثوم. وندير شويه تاع الملح اكيد، وغادي نخلط مليح مليح هادو المكونات في بعضهم وندخل فيهم لي سكالوب. يفو بيان زعما تدخلوا هذوك المكونات في لي سكالوب، لي رمدوهم ودركوا عليهم شويه وخلوهم حتى كيقرب المغرب ونكملوهم ان شاء الله. ها هو لي سكالوب تاعنا، جولي بيان ماريني، خلطته مليح مليح وقعدت ندرك عليه. وبالك ما قلت لكمش بلي شريت الفخوماج غودا، رابيت غير شويه فخوماج غودا باش يدخل مليح مليح معاه. الفرماج اللي يكون عندكم فخوماج اي نوع، المهم هذاك اللي يترابى كيما يا ربي هذاك نسيت كسموه تشيزو ولا ما عرفاليش، هو بديل الكودا تشيزو. وا تشيزو هو يتباع رولو هذاك تاع كيما شغل كيما تاع الكاشير ثاني، كي راه يعوض ذوق الكودا، وراه الذوق تاعها كيف كيف وارخص، الثمن تاعها يكون ارخص. غادي نخليه في الفريجيدار ان شاء الله. ولي عندها لا موطارد فوخت ما تحطش الفلفله حمراء حاره. لي سكالوب تاعي راه في الفريجيدار، مازال ما بديتش نكمل فيه. ودروك راني نوجد له، غادي ندير له صوص شامبينيون بلا كريم ايباس. انا درت مغرف تاع الزبده ماشي السمن، وما ديروش الزيت. هاي الزبده خليتها تذوب، راني دايره لو فو قليل كاع التالي تاعنا. شللت الشامبينيون مليح مليح صفيته وعاود شللته شعاع من خطره،
واني غادي نخليه يتقلى على النار كاع التاليه كاع المهيله على شويه ملح وشويه فلفل اسود. ساعه ساعه نحركه وغادي نغطيه باسكو راكم عارفين كيبدا الشامبينيون يتقلى شويه حبيبات يبداو يطردكم. غطوهم خلوهم على نار قليله نسوهم كاع واحد 15 مينوت ولا بصح ساعه ساعه تولوا ترجعوهم بالمغرف ومن بعد نكملوهم بلا كريم والفرماج. شوفوا ها هو دبان لي مليح مليح على نار قليله كيتقلى مليح الشامبينيون ما لازمش يقعد هكاك كي شغل كي راكم تاكلوا في البلاستيك لازم تقلوه مليح مليح في مغرف كبيره تاع الزبده هكا باش تلقاكم اليدان. ودروك شادت كيتقلى لي مليح درت ربع فص ربع مثلثات تاع الفرماج ما بقاليش هذاك الفرماج تاع الميزان ولا تاع الكاري ودرت مغرف تاع لا موطارد. غادي نخليهم يندمجوا معاه مليح مليح نحركها شويه ونزيد لها لا كريم ليكيد لا كريم فريش ليكيد تاع الطياب ماشي تاع الحلوى ونزيد لها مع التالي كاع مع التالي فرماج غابي. بغيت نقول لكم اخواتي بلي هاد لا كريم اللي نوجد فيها ها هي ها هي لا كريم فريش راكم تشوفوا هادي تاع الطياب ماشي تاع الحلوى. هادي لا كريم فريش لا كريم شامبينيون ولا كريم ايباس بلا كريم فريش وفرماج تجي مع كاع انواع الاطباق تاع اللحوم البيضاء سواء الرولي دجاج سواء البولي فارسي هذاك اللي كنا ملويناه بالكوردون ومطيبينه في الكوشه سواء لي بوبيات سواء لي كوردون بلو ولا لي زيسكالوب فارسي ولا كيما لي زيسكالوب تاعي تاع باني كيما تاع اليوم. هذا يجي مع كاع اللحوم البيضاء ولا الاجنحه. الاجنحه كي نديروهم في الفرن تجي معاهم شابه تجي ما شاء الله في البنه هي غادي تتقال غير روحها ما غادي نزيد لها لا نشاله حتى حاجه باسكو لا كريم فريش هذيك راهي ثقيله. وانا الاسره تاعي صغيره ما غاديش نكثر لا كريم بيان سور مع غير لي زيسكالوب هذوك ربعه برك باش ما يبقى لي ما نبذر. ولي كانت عائله كبيره رانا ندوبلو المقادير ومن بعد ان شاء الله كي تبدا تطبخ لي شويه غادي نزيد لها شويه تاع الفرماج غابي ونطفي عليها. وكي يقرب الاذن عاود نسخنها غير شويه الا شتوها تقالت بزاف بزاف عاودوا زيدوا لها غير قطره تاع الحليب مغرف مغرف صغيره تاع الحليب وفوالا. هاي غير الشخفيفه تاع فيها بزاف الفرماج. الشوربه تاعي راني صفيتها في الكسكاس ودرت القدره من تحت وقعدت نعصر غير بهذه لالوش تعصروا تقلعوا هذاك الحمص وتوخروه هو واللحم. انا قطعت غير شويه تاع اللحم هنايا وقسمته في البويون الاخر اللي غادي نساه في الكونجيلاتور نخليه حتى يبرد. ودوك شي راح ندير كي بدا تغلي لي الشوربه تاعي جبت لها هذه زوج مغارف تاع الشوربه دويده هذه راكم تشوفوا كيفاش رقيقه وما كثرتش خاطرش راكم عارفين اسره صغيره والبويون ما راش بزاف. نتوما والحساب تاعكم الا كنتو معمرين القدره تاعكم ديروا قد كاس كاس تاع قهوه ماشي كاس تاع ليمونات. ونبدا نحرك نخليها تغلي مليح مليح طيب لي ديك الشوربه مليح مليح ماشي غير غاليه وتطفو. ومن بعد نكملها ان شاء الله بشويه تاع الكرويه ما نكثرش. راه قريب يأذن خرجت هذوك لي زيسكالوب تاعي بردوا لي مليح مليح وساويتهم مليح في الطبسي. وهذاك الفرماج غابي لازم زعما تخلوه باين في الاسكالوب كي تقعدوا تتسقموا في الاسكالوب تاعكم قبل ما ديروها في لاشابلوغ. بسم الله يا ربي بديت ها هي لاشابلوغ ورمدوه مليح مليح في لاشابلوغ طبسي صغير مع راني نخدم بالخف فوالا نرمدوها مليح مليح وفي شويه تاع الزيت قد واحد الخمس مغارف راني قليت فيهم البوراك. البوراك ما وريتها لكمش انا ديجا وريتها لكم باش عم خاطر غير باش ما نطولش عليكم. فوالا راكم تشوفوا لازم ترمدوه مليح مليح باش هذاك الفرماج ما يلصق لكمش في المقله وباش تدخل لابانيغ تخرج مليحه ما ديروا لا بيض لا فارينه لا حتى حاجه. درنا حبه تاع البيض كبيره في لا ماريناد فيها بركه هاي نخدموا مليح مليح بسم الله ندي المقله نطيبها نخليها ربع دقائق على جهه وربع دقائق على جهه هذيك هي الطياب تاعها ما نزيدلهاش. ها هو الشوربه راهي طابت شوفوا درتها خفيفه جيت ما شاء الله. ها هو الاسكالوب باني تاعنا درت لاصوص هذيك اللي درتها بالشوبين درتها وحدها باش ما نحطهاش هكا باش ما يقعد كروستيون. عاودت شويه تاع البوراك وفيها بركه. نخليكم بخير وعلى خير صحه فطوركم السلام عليكم.